عسلامة. عسلامة أختي. عسلامة مدام. عسلامة أختي. عسلامة. 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 الظاهر إنه اليوم خرجة عائلية هكا حسب ما لاحظت. إيه خرجنا إيه ليلة 27 مشينا صلينا وعملنا دورة في الأسواق عايشة وهكا هاو. هذه أول ليلة تخرجوا فيها ولا خرجتوا ليلة أخرين معناها؟ والله ثاني ليلة. إحنا جينا من حمامات بالذمة. من حمامات. تحية لأهلي حمامات الكل، مرحبا بكم في تونس. راجعين توا الحمامات؟ بعد شوية، بعد شوية، نكملوا نشوفوا الجو، الجو المدينة العربي. هو عشقنا جو المدينة العربي. تصور زاد الحمامات فيها أجواء ولا؟ مش كيف تونس، مش كيف روح المدينة العربية والجو هذايا، مش كيف كيف، مش كيف. معناها الأجواء اللي نشوفوها في الصيف في الحمامات. مش نفسها نلقاها توا في رمضان؟ مش نفس أجواء متاع رمضان في تونس وحدها، معناها ما تلقاهاش في حتى بلاصة أخرى. ريحة رمضان بالحق. تحسها رمضان بالحق، تحس ريحة رمضان يعني. أجواء ما فماش. شنو أكثر حاجة عجبتكم اليوم في المدينة أو في الأيامات اللي جيتوا فيهم؟ والله أكثر حاجة كيما نقولوا كيف نشوفوا كي نشوفوا خيانا ونشوفوا اللحمة هذه نتاع الناس ونشوفوا الفرحة ونشوفوا الاستبشار بالخير والمظاهر هذه اللي احنا فقدناها ونحسوها حاجتنا بها كل أمل والفرحة والناس اللي تستنى في العيد ومحلى جونا. تحسوا انه ريحة رمضان بدأت ترجع كيف قبل بشوية بشوية هكا في تونس؟ تحسوا الشيء هذا بالحق. اليوم حسيت روحي كاني فقدت الامل انه رمضان اليوم بالحق رجع في امل اللي رمضان مازال كيف وقت قبل، معناها جدودنا وبياتنا ومهاتنا وكل الحمد لله. وكهو قديش عندك على المدينه العربي مدام؟ احنا جينا في اخر مره في الصيف. في الصيف يعني قاعده تجي ماكش بعيده يعني قاعده نجيو ويجيو جيبيو صغار ديما نعملو تحويسة دورو. هل في الحمامات فما عادات وتقاليد مختلفة على تونس العاصمة وإلا كيف كيف؟ مختلفة من ناحية شنو مسيو؟ فمختلفة مختلفة. احنا كيما قلت لك توا المدام مشينا للجامع، جامع الزيتون المعمور وما أدراك، كملنا دورنا في اللنهج العربي، مشينا لبير الأحجار، قعدنا شوية في المركز الثقافي، فهمتني؟ شفنا نشاطات مختلفة معناها فهمتني، وهذاك الروح وين؟ هذاك الروح واحد يمتهن في الثقافة، واحد يمتهن في كذا والقهاوي والجو واللمة وكل واحد شنو كذا، هذا قليل وانت تلقى الروح هذه في بلايص أخرى وكذا قليل، فهمت؟ يعني طابع خاص، أنا نعتبره طابع خاص. فهمت؟ حوايج العيد شريتوهم من تونس ولا من حمامات؟ من حمامات. عملت دورة هوني مدام شفت الأسعار وإلى لا؟ لا لا مازلنا لا ما درتش. في الحمامات الاسعار مرفقه ولا غاليه؟ غاليه وشطه معناها بارتو ولا غاليه؟ دقيقه غاليه بارتو كي تونس كي حمامات كي كذا. الاسواق نتاع ساعات تحسها خياليه يعني كي نقارنوا ما بين عمناول وسناي فما اختلاف كبير؟ لا هو الغلاء من الثوره وانت ماشي، ما عمناول وسناي بصفه بالحق الزوالي ما عادش ثم برشا عرض، اما طلب الناس ما تراش ثم طلب بالحق. اسواق خياليه سواء مخيالين، عنده زوز وعنده ثلاثة مشكلة حير يعمل استومبي يخلي كل شيء. صغير واحد قديش يتكلف توا في العيد؟ مينيموم 250 من مينيموم بالحق كسوة عين. تبديلة واحدة. تبديلة واحدة. تبديلة واحدة. هل عندكم عادات وتقاليد هكا خاصة في العيد وإلا كيف كيف الناس الكل؟ احنا والله عندكم حلو خاص بيكم في الحمامات نابل بصفة عامة؟ والله احنا نعيشوا مع بعضنا، دونك نشريوا شوية حلو كالعادة، فهمتني؟ العادات اللي عندنا ماهيش بحكم نعيشوا بعاد على الأهل على كذا، يعني عاداتنا ضيقة شوية وكذا، فهمت؟ يعني مش العادات جيست التليفون وش نسألوا على الأحباب وعلى الأصحاب، فهمت؟ وين تتلموا توا؟ في دار شكون؟ عائلة زوجتك ولا عائلتك انت؟ هما احنا تو ما لازمون الزوز بعد علينا للعائلات. انت عائلتنا الزوز بعد علينا، في تاتر هم يجيو بحذانا تصير اللمة هكاكا معناها فهمتي بحذانا في دارنا. وهذاك اش باش يصير السنان؟ هما اللي يجيو بحذانا ويتلموا بحذانا. المهم اللمة موجودة. موجودة.
هذا المفيد. الحمد لله الحمد لله. يقطع علينا رحمة باش يعملوا لنا اللمة هذه سبحان الله. فرصة باش يتلموا الناس الكل ويعيدوا على بعضهم. صحيح صحيح. كيفاش مقسمين الأدوار في العائلة في الحياة الزوجية؟ والله يا أختي كيفاش مقسمين؟ هل زوجتك تخدم ولا لا؟ لا في الدار. في ظل الوضع الراهن عندك ألف حق. كإنسان زاد ما تخرج وقرأت زاد تطمح باش وكذا. أحلام وطموحات مادام قرأت دونك عندها أحلام يعني. دونك قاعد تستثمر حاليا في أولادها باش تقريها وتربيها. أما حتى أنها تكون مسؤولة على جيل وتخرج لك جيل طيارة ميسيو تسمى قامت بدورها هكا ولا مادام. هي في حد ذاتها هذيك خدمة كبيرة كبيرة ومسؤولية كبيرة بالحق. كيفاش حتى مسؤولية ربي يقدرنا وربي يوفقنا. متعلم وصالح ومنضبط هذه زادة رسالة تتم للعمل للعلم اللي خذته وكذا هي تتم نفسها. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم. صحيح. من الأول جاتك صعوبة أنك قريت وتخرجت وقعدت في الدار؟ عندي صعوبة التو ديما عندي الهوس هذا عايشه بيه خوف. مش هيتك هذيك تنجم تكون تنجم تساهم في انك تقري صغارك مدام. انا هذاك معناها فاش الاستثمار الحالي هذاك الاستثمار اللي نعم فيه اني نقري في بنتي وولدي الحمد لله. هي شهاده مهمه سي خدمت بها ولا ما خدمتش هي حاجه باهيه يعني. الحسره راهو تبقى ديما الحسره معاك اما واحد هكا كي يشوف ولاده ناجحين معناها وشوف اي نشوف عائلتي مستقره كمان هكا معناش الحمد لله معناها تسمى نقول الحمد لله خير من نخرج ونشتت ولادي وسرتو احنا كيما خالك نعيشوا في مش في بلادنا معناها ما نعيشوش مع عائلتنا. معناها زوز ما كنتش من حمامات. لا لا ماناش في حمامات. انا مسقرين غادي في دونك في اطار عمل يعني بحكم خدمه. انا بحكم العمل نعيش غادي ونسكن غادي. مكتوب مكتوب ربي وكعب. انتم في بلاصه حلوه برشا. اي صحيح صحيح. دونك انت تخدم مسيو والمدام اللي هي بصغيرات وشؤون المنزليه. هذاك اللي كيفاش متعاونين. عايش اخت بارك لك مسيو. ان شاء الله ربي يخليكم لبعضكم. كان تحبوا معناها نخليكم الكلمه الاخرى تحبوا تقدموا تحيه لعائلاتكم. الكلمه الاخرى والله ان شاء الله انا دعاء سمعته قبليك من واحد قال ربي يحفظ بلادنا يحفظ امنها وهذا مهم ياسر والله العظيم. ربي يحفظ بلادنا والامن يكون هكا والضحكه والاستقرار نجم يكون كان بالامن تاع بلادنا وكذا ونرحموا بعضنا هذا هو باش نجموا نتعايشوا ونكونوا اليد في اليد. مادام تحب تقول حاجه. انا نقدم تحيه لعائلتي لامي وخويا ولحماتي وحمويا سلفي لعائلتنا البعيده علينا الكل وكهو كما قال لك ربي يحفظ بلادنا وربي ان شاء الله ان شاء الله ديما بلادنا في خير وكهو. يا رب يعطيك الصحه مادام.